أنا بن عامر نعيمة، جمعية الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقة. الحمد لله، كنشكر أولا الله سبحانه وتعالى وسيدنا على الرأس ديالهم، كنشكره بزاف، والناس ديال العمالة والناس ديال لاندياج كيساعدوني، والناس ديال القايد ورئيس الدائرة كنشكرهم هذا المنبر هذا، الحمد لله تيساعدوني بزاف وكيعطوني قوة باش نزيد نخدم. هاد المبادرة هذه الحمد لله جات من هولندا، فيها الكرارس 130 كروسة، وفيها ديال الضوء 40 كروسة ديال الضوء، وفيها ديك الكرارس ديال العزازة 50، وكاينين دوك المنطاس ديال الناس ديال الكبار ديال الهباط. وهادي هادي مبادرة جات من هولندا، وهاد المبادرة تخلصات من وهبة ملكية ديال سيدنا الله ينصره، اللي زايدني قوة وعطيني قوة باش كنخدم. كنطلب الله يحفظه ويخليه لينا ويصلح لنا الدولة ديالنا المغربية يا ربي. تنشكر جمعية الرحمة على هذه المبادرة اللي دارت في هاد جات العيايدة سلا العيايدة على هاد الناس المحتاجين للكراراس، والناس اللي محتاجين للأعصية، والناس اللي محتاجين هادي تساعدهم ان شاء الله، وغتعطيهم كرارات اللي غيساعدوهم. كاين اللي تيقرات اللي تيمشي في الحوايج الخاصه ديالو، ما عنده لا كروسه لا والو، الحمد لله غادي تساعدهم في هذه المبادره هذه اللي دارت اليوم ديال الجمعه، النهار المبارك. تفرح بها هاد الاخوان هادو، الله يجازيهم بخير والله ينصر سيدنا على هذه المبادره هذه بالنسبه لهاد الجمعيات ديال الرحمه ان شاء الله باذن الله، اللي ساعدت في هاد الامور هادي ديال هاد الناس الاعاقين اللي هما مساكن كيتسناو باش ياخذوا ويفرحوا، كل واحد يفرح بالكروسه ديالو. واللهم لك الحمد والله ينصر سيدنا. جيت هاد الجمعيه اول مره جيت لها ناخذ ان شاء الله كروسه، وان شاء الله كل شي حاجه الحمد لله. الله يبارك فيكم، الله يجازيكم بخير، الله يطول العمر. ملي جيت هاد الجمعية أول مرة غادي يجي يعطيوني كروسة إن شاء الله لوليد ومريض، ما كيشوف مسكين ما والو، راه غيعطوني ديك الكراريسة. الله يجازيهم بخير، الله يرحم والديك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.